بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أما سورة يوسف فهي سورة مكية نزلت في أواخر العهد المكي على النبي صلى الله عليه وسلم في عام يعني يسمى بعام الحزن، وهو عام ابتلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بابتلاءات، فأنزل الله عليه سورة يوسف تسلية لقلبه وليصبره بقصة يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، حيث ابتلي بابتلاءات يعني من أعظم ما يبتلى به المرء. قال الله عز وجل في هذه السورة ألف لام راء، فابتدأت السورة بهذه الحروف المقطعة التي استأثر الله بمعناها ولم يخبرنا بحقيقة ذلك، وللعلماء في ذلك بعض اجتهادات، إنما هي توفيقية لا توقيفية، ليست وحيا وليست معنى يجزم بصدقه أو بحقيقته، حتى قيل أن الغرض منها شد انتباه السامع العربي، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي، ومعلوم أن كل نبي أرسل بمعجزة مما يجيد قومه من قبيل يعني القوة التي يجدها هذا القوم. فعيسى عليه السلام بعث في قوم يجيدون التطبيب، فبعثه الله يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. وموسى عليه السلام بعث في أمة تجيد السحر، فبعث بعصاه التي تصنع المعجزات بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم قوتهم في لسانهم العربي، يعني كانوا يرتجلون الشعر وما إلى ذلك، فأرسله الله بهذا القرآن المعجز بعربيته وببلاغته، والمعجز بغير ذلك، لأنه لو قلنا بأن هذا القرآن معجز في لغته أو في لسانه العربي فحسب، لانتهى إعجاز هذا القرآن يعني بفناء هذه الأمة العربية التي كانت تجيد اللغة وتتباهى بها وكانت قوتها في لسانها. فاليوم الأمة لا قوتها ليست في لسانها كما لا يخفى، فالأمة حاليا لا قوة لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا كتاب معجز إلى قيام الساعة، وإعجازه يتعدى اللسان العربية إلى حقائق علمية، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ويعني الوقت يعني لا يسمح ولا المناسبة تسمح بالتفصيل في إعجاز القرآن العلمي، فيكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، بمعنى أن هذا القرآن نزل بأحكام بينة، يعني أحكامه واضحة بينة. تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن القصص هنا لها معنى الأول، وهو أن كل قصص القرآن هي تعد أحسن القصص، ذلك بأنها قصت بحق، كما قال تعالى في سورة الكهف عن قصة فتة الكهف، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالله إن قص قصصا في القرآن إنما يقصها بحق، بحيث لا يعتريها الباطل ولا تعتريها الأكاذيب ولا تعتريها الزيادات، على عكس باقي القصص الواردة في غير القرآن فإنما يعتريها الباطل وهي بأسانيد غير صحيحة، ويعتريها يعني بعض الأكاذيب وبعض الزيادات أو بعض النقص المخل. أما قصص القرآن فليس فيها كذيب ولا شيء من ذلك، وكما أنها تحتوي على عبر وعظات وليست كباقي القصص، فقصص غير القرآن إنما هي للتسلية، وقلت القصص التي تجد فيها العبر والعظات والمواعظ كما هو الحال في قصص القرآن. هذا المعنى الأول، أن قصص القرآن هي أحسن القصص. والمعنى الثاني، أن معنى قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أي قصة يوسف عليه السلام تعد أحسن القصص، ذلك بأنها اشتملت على عبر وعظات أكثر من باقي قصص القرآن، وأنها يعني ابتدأت بابتلاء وانتهت بعطاء، وابتدأت بمحنة وانتهت بمنحة، فلذلك سميت.
بأحسن القصص، ولأنها يعني ابتدأت بإساءة وانتهت بصفح وبعفو، حيث عفى يوسف عليه السلام وصفح عن باقي إخوته. والقص لغة هو التتبع، يعني لذلك سميت القصة قصة، لأن أحداثها متتابعة متوالية. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله بالوحي ما لم يكن يعلم، وأنه قبل نزول هذا الوحي لم يكن يعلم هذه القصص ولا شيئا من ذلك. ويعضد هذا ما حدث في الواقعة، يعني حين جاء نفر من اليهود يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألون عن صدق نبوته ويختبرون صدق نبوته، فسألوا عن أمور ثلاثة، فكان مما سألوا أن سألوا عن قصة فتية من الدهر الأول، وهم فتية الكهف، وسألوا عن قصة يوسف وما إلى ذلك. فقال غدا أخبركم، فلم ينزل الوحي. ثم جاءوا في اليوم الثاني فقال غدا أخبركم، فلم ينزل الوحي. ثم جاءوا في اليوم الثالث فقال غدا أخبركم. فذهب هؤلاء اليهود ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وعدهم بأن يخبرهم بقصة فتية الكهف، فلم تنزل القصة وحيا من الله عز وجل. ولو كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لأخبرهم من غير انتظار الوحي. والله عز وجل له حكمة بالغة في عدم إنزال الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، ذلك بأن الله علم أن هؤلاء لم يكونوا ليؤمنوا ولو أنزل الله الوحي. ثم أراد الله أن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال غدا أخبركم ولم يعلقها بالمشيئة، فلم يقل غدا أخبركم إن شاء الله. ولذلك أنزل الله تعالى قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وله حكمة في ذلك بالغة، لأنه يعني لو الله عز وجل فين ما يجي شي واحد يهودي أو كافر من كفار قريش أو مشرك، يولي يجي عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قل لربك أن يخبرنا بقصة كذا، وقل لربك أن يخبرنا بقصة كذا، والله تعالى يستجيب وينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صافي، ولا الله اللي حشى ميعاد الله، ولا يعني سيصبح الله عز وجل هو اللي خدام عند هؤلاء الكافرين، أو اللي هو الكافرين هما اللي كيخدموا سيدي ربي. والعكس هو الصحيح، أن الله تعالى هو الذي يستعبد الناس، لا الناس الذين يستعبدون الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل لم يستجب لهؤلاء، ولم ينزل القصة إلا بعد حين، وقيل بعد 15 يوما. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بهذه القصص إلا من طريق الوحي، إلا بعد أن أنزل الله تعالى إليه هذا الوحي مبينا هذه القصص وهذه الأخبار. قال تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني لم تكن تعلم بهذا. كما قال تعالى: لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله تعالى في سورة النساء: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما.